بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا، كانت المحاضرات السابقة اللي توقفنا بها هي حول الخزانات المحمولة اللي هي الشاحنات، تريلات النقل الداخل اللي يكون داخل المدن، صحيح تتذكروها؟ واخذنا مواصفاتها اللي كانت تعمل transporting of LPG باي تراك اند ريل تراك. فاحنا اخذنا التراك اللي هي الشاحنات التريلات اللي تتعامل مع نقل الغاز داخل المناطق وتودي الى معامل التعبئه. الان ننتقل الى عمليه نقل الغاز السائل ال بي جي، الغاز البترولي المسيل، باستخدام الشاحنات. لكن قبل لا نوصل لهذا الموضوع، اكو موضوع بسيط اللي هي الاديشنال اكويبمنتس، المعدات إضافية اللي تجهز بها الشاحنات، شاحنات نقل الغاز. هذه آخر شيء يمكن ما وصلنا لها، وقلت لكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة. تصحيح، هنا أنا عندكم هذه الكلمة قدامكم equipment وليس equipment، لأن equipment هي كلمة بمعنى معدات، فهي ما تنجمع additional equipment، فهي أيضا صححوها عندكم. نعم استاذ. The additional equipment. Some vehicles are provided with additional equipment for loading, unloading, and measuring the amount of a product process, especially small trucks used for distributing the gas to consumers. المعدات الإضافية اللي تتجهز بها هذه الشاحنات تكون خاصة بمن لأغراض عملية التحميل، ومعدات أيضا خاصة بعملية التفريغ، كذلك أيضا لعملية القياس، قياس الكمية المنتج أثناء التفريغ وأثناء التحميل، كذلك بعض المعدات الأخرى اللي ساعدنا في عملية التجهيز والتفريغ، وبعض المعدات الأخرى سراح نذكركم إياها، هي مذكورة هنا، هي بأربع نقاط مختصرينها. أول شغلة اللي هي من الأمور المضافية هي الكاس بامبس، مضخات الغاز. كثير من الشاحنات كثير من الشاحنات طلاب تجهز بمضخات خاصة بها، يعني هاي المضخة تكون خاصة بالتريلة. gas pump to withdraw product from truck، وظيفتها شنو هي؟ سحب المنتج من التراك، من الشاحنة، من الخزان، خزان الشاحنة، تراك تانك. وتضخ المن الضخة الى الكونسومر، يعني قلنا لكم اذا تتذكرون اكو بعض المعامل مثلا تجيك شاحنة محملة 10 طن من الغاز، تروح تجهز مجموعة من المعامل اللي تحتوي على خزانات ضخمة، معمل ويحتوي لك خزان ابو 2 طن ابو 3 طن. فهاي الشاحنة اثناء ما تفتر على هذه المعامل على سبيل المثال، او مثلا بعض البنايات اللي تكون بعيدة عن المدن لكن مجهزة بمنظومة غاز بالأنابيب للشقق، فالشق البناية بالكامل تحتوي على خزان يكون بالسرداب مثلا أرضي أو قريب على البناية، هذا الخزان يكون تقريبا مثلا سعة مالته 4 طن 5 طن على سبيل المثال، ويبدي يجهز لك البناية بالكامل. عموما فاذا الشاحنه ام العشرة طن من تريد، او ام العشرين طن يجوز، ام العشرة طن داخل بالمدن من تريد تروح تجهزهم، فالمفروض تكون مجهزه بمن؟ مجهزه بمضخه. واضح طلاب؟ فاذا الكاس pumps to withdraw product from the truck tank and pump it to the consumers. consumers اللي هم الزبائن او المستهلكين. this pump is also used to unload the consumer tank. واضح؟ ايضا ممكن يستخدمونها لعمليات تفريغ ال ما فاصل النت، ليش فاصل النت؟ واضح طلاب؟ رقم واحد، اذا يجب ان تكون هذه الخزانات مجهزه بمضخات. الفقره الثانيه gas meter، عداد الغاز. الغرض من عنده to measure the amount of a product and it is provided with temperature correction a device to clear fumes.
عداد، يعني هذا ابو الشاحنه لما يريد يوزع للمعمل الاول يريد يعطيه 2 طن، شلون يعرف 2 طن هو الطاه؟ اكيد لازم يكون هناك عداد موجود، هذا العداد يقيس الكميات. واضح؟ بعد مره العداد هو نفس العداد باقي بالشاحنه، بس مره يسوي عمليه تفريغ للمنتج للزبون بالشتاء ومره بالصيف، درجه الحراره مختلفه، درجة الحرارة تأثر على تصحيح مقدار الكميات، العدادات تتأثر بالحرارة، ولهذا السبب شو يخلوا له؟ يخلوا له فد جدول معين أو فد جهاز معين أو فد شيء بسيط معين، واضح؟ هذا الغرض من عنده شنو؟ هو تصحيح الكمية من خلاله، يمكن تصحيح الكمية، معرفة الكمية الدقيقة أثناء عملية تغيرات درجات الحرارة. واضحة هاي النقطة رقم 2؟ إذا الأولى غاز بامبس، نقطة رقم 2 غاز ميتر، واضح؟ النقطة السي ربر هوز أو هوزز، ربر هوزز ذات ماست بي سويتابل تو بي يوزد وذ ال بي جي. الربر الصوندة أو الخرطوم اللي يستخدم لعملية التفريغ، يجب أن يكون هذا الهوز يجب أن يكون شنو؟ مصنوع من مادة الربر من المطاط، ومطاط خاص مواصفات خاصة. يجب ان يكون يتناسب مع عمليه الال بي جي. الال بي جي غاز مضغوط، هو اصلا درجه غليانه اذا كان مثلا على سبيل المثال هو فقط بيوتان، فدرجه غليانه 0.5 صح لو لا، واذا بالنسبه للبروبان فهي ماينس 42، اذا صار المزيج تقريبا يصير يعني حسب النسب توصل درجه الغليان عندهم بماينس 20. فهذا مني يبدي يجري بالهوز راح يسبب لك عمل انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير جدا داخل الهوز، بالنتيجة راح تشوف يتجمع عندك الرطوبة اللي بالهواء تتجمع على الهوز بشكل ثلج، بمعنى انه هذا الهوز اثناء عمليات الاستخدام مرة يصير به انخفاض شديد بدرجات الحرارة، ومرة يرجع شو يصير؟ نفس درجة الحرارة، وهاي العملية تتكثر يعني تتكرر باستمرار، فبالتالي يجب ان يصنع من مادة تقاوم عندك هذا الاجهاد الحراري، تبرد وترجع صيته، تبرد وترجع، لان الاجهاد الحراري يسبب لك خصوصا بالمواد البوليمر يسبب لك ما نسميه احنا بظاهره الديجريديشن، يعني ظاهره التكسر ما بين الجزيئات، وبالتالي تلف الماده بمرور الوقت. فاذا يجب ان يصنع من مواد ربر خاصه تتحمل هذه الظروف. بعد الغاز هذا يعني الظروف مال تمدد الحراره بالضبط، يعني تمدد، وهاي نسميها احنا الصدمه الحراريه، صدمات حراريه. فاذا النقطه سي rubber hoses that must be suitable to be used with LPG، واضح؟ الاكسبلوجن برجار should not be less than 120 كيلوغرام. هنا راح يصير عندك هذا الربر الهوز يتحمل ضغط انفجار مو اقل من 120 كيلوغرام، واضح؟ هذا شو يسمونه الضغط الانفجاري مالته. ليش؟ لان هو مرات انت من تريد تسوي عمليه تحميل من الخزانات للشاحنه، الضغط هناك يكون غير الضغط اللي انت تستخدمه، مضخات، مضخه تسحب الضخ وتضخ لك بسرعه. انت عندك تريلا تريد تبليها بساعه مثلا وتروح، فراح يصير عندك الضغط جدا عالي داخل البايب، فاذا تصمم بتتحمل الضغوط 120. And must be checked، ويجب ان شو يسوي؟ يتم فحصه with a pressure 50 كيلوغرام لسنتيمتر after joining their connection. Their ends must be made of any material that does not generate a spark during friction. واضح طلاب؟ اذا الضغط الانفجاري ماله لازم يتحمل 120، ويسوون له فحص هاي المادة، تفهموني طلاب؟ المادة المصنوعة تتحمل ضغط انفجار 100 مو اقل 120. ورا ما يسوون الهوز يفحصونه بضغط 50 كيلوغرام على السنتيمتر المربع. المواد المصنعة وخصوصا النهايات مناطق الربط لما يسوون عملية ربط يجب ان تكون مصنعة من مواد ما تسبب لي السبارك اثناء الاحتكاك، يعني مو حديد يضرب بحديد ويطلع لي سبارك. واضح؟ تصنع من مواد ما تسوي لي نهائيا اي سبارك في حالة حصول فريكشن، في حالة حصول اي احتكاك. النقطة الأخيرة pipelines
خطوط الأنابيب المستخدمة في هاي الشاحنة منها وإليها إلى آخره are designed to bear the expected pressure. يجب أن تصمم بحيث تتحمل الضغط المسلط expected pressure when operating the pump عند تشغيل المضخة. Also كذلك every part of the pipeline is transporting the liquid product trapped between the valve that can be closed should be equipped with a safety valve installed on it to ensure that no high pressure result from the expansion of the liquid at high temperature. شنو معناته؟ اولا pipelines are designed to bear تحمل the expected pressure الضغط المسلط عليها when operating the pump. هسا عرفناها يجب أن تكون مسلطة بحيث تتحمل الضغط اللي ينتج نتيجة المضخات لما تبدي الضغ راح يتولد عندي ضغط فتتحمله. بعد every part of pipeline كل جزء من هذه الأنابيب transporting the liquid product تعمل على نقل الغاز المنتج السائل trapped between the valves واضح that can be closed should be equipped. هذه ايش راح تكون؟ راح تكون محصوره بين صمامات. هاي الصمامات شو تسوي لك؟ that can be closed تعمل على الغلق should be equipped with a safety valve. بالضبط يعني مجهزه بصمام سلامه. يكون مجهز بها او منصوب فيها لضمان إنه في حالة that no high pressure result from the expansion of the liquid at high temperature لما يصير عندك ارتفاع كبير في درجات الحرارة أو لأي سبب معين قد يكون هناك حريق إلى آخره هذا الصمام شو يسوي أوتوماتيكيا يعمل على غلق الهوز وياي طلاب طلاب وياي جيد فهذا الهوز فرضا صار حريق صار انفجار صار مشكلة صار تسرب إلى آخره بحساسات بس يتحسس درجات الحرارة العالية رأسا شو يسوي هو يقفل بعد ما يصير عندك هوز ويظل يذيب لك غاز سائل في منطقة الشسمه منطقة الحريق مثلا أو منطقة اللي بيها مشكلة أو اللي راح يسبب إنه يعني تم التحسس درجة الحرارة العالية بسببها فرأسا يسوي لك عملية قطع الفيد وبالتالي كنوع من أنواع السلامة حتى لا يصير عندك استمرار في الاحتراق أو قد يكون الحريق كبير جدا أو ممكن الحريق يرجع إلى الخزان ويسوي لنا مشكلة كبيرة جدا زين The valves are of type that thick quick closing and gas resistance هذه الصمامات أيضا تصمم بحيث تكون سريعة الإغلاق وأيضا تقاوم طبيعة الغازات اللي تتعامل وياها هذا فيما يخص بعض المعدات اللي تجهز بها الخزانات اللي تحملها الشاحنات واللي تستخدم في النقل المحلي داخل الأزقة داخل المدن إلى المعامل وهكذا النوع الآخر طلاب اللي هو Trials and Railway Tracks اللي هي خطوط سكك النقل باستخدام خطوط السكك وعربات سكك القطار تراكس رايل ترويد تراكس يعني القاطرات نقصد بها هنا القاطرات الترايلر يجب أن تتوفر بها أيضا بعض المواصفات وهي كالتالي أولا it must be selected with appropriate strength to carry weight of the tank. تقريبا اغلب النقاط اللي هسه راح نحكيها هي نفسها مشابهه للي تكلمنا عليها في التراكس الشاحنات. واضح؟ It must be selected with appropriate strength to carry weight of the tank, its accessories and product. يعني يجب ان يتم اختيارها او ممكن يكون تصميمها ايضا يجب ان يكون اختيارها with appropriate strength واضح to carry weight
appropriate strength يعني عندها مقاومة المناسبة واضح to carry weight لتحمل الوزن of tank تتحمل وزن الخزان. هسا احنا علي من نتحدث عندي عربة وياي اللي تمشي على السكة ويجي عندي خزان يصعد فوقها واضح طلاب. هسا احنا علي من نحكي فاذا يجب ان تصمم انه تتحمل وزن الخزان. هاي انتهينا منها. اثنين designed body is based on the tank loading the tank with water. designed body واضح هذا الجسم المصمم مالته وهاي يعتمد بالتصميم مالته on the tank على انه يتحمل خزان المي. يعني هذا الخزان اللي راح يسوونه احنا شو نخلي عليه؟ خلي عليه LPG. كثافة ال LPG تقريبا هي نصف كثافة الماء. فهم شو يسوون حتى يضمنون انه فعلا يتحمل الغاز ووزن الغاز ووزن الخزان وبالسيفتي جدا عالي يصممون على اساس شنو؟ يصممون على اساس انه يسوون له خزان بهذا الحجم بس شو يخلون به؟ يخلون به مي. يعني ضعف وزن الغاز. فبالتالي اذا هو كان مصمم يتحمل ضعف وزن الغاز خزانات يحطون بها مي وفحصوها وما عليها شيء فاذا هو بالنسبه للغاز راح يكون ايضا سيفتي ما عنده شيء. اذا designed body is based on the tank loading the tank with water. ثلاثه the tank is either in the form of an integral part of body or installed on it. بس هي شنو الفرق؟ هو ذا جزء مكامل او متجزئ؟ هو نفس الشيء. لا اذا صمموا اذا صمموا شوف اذا صمموا هسه احنا ايش قلنا؟ ثلاثه the tank is either in the form of an integral part of body or installed on it. يعني اما ان يكون الخزان جزء من العربه لا يتجزئ واحد او يكون ينصب عليها فيما بعد. مره انه هو هاي القاطره يصمم فقط للغاز انتهت بعد هي صارت قاطره العفو العربي يعني البدي يصمم فقط انه يشيل هذا الخزان مال الغاز انتهى بعد. ومره لا يصمموها انت اليوم عندك تجي تخلي عليها خزان مال الغاز باكر عقبه انتفت الحاجه من عندك تجي تشيله على سطح الذبه تجي تستخدم تخليه عليه مثلا حاويات مال بضائع عاديه ممكن يعني هذه البدي ممكن توظفه في اماكن اخرى. ومرة لا تخليه فقط مخصص فقط للغاز. وضحت الفكرة؟ يعني تصير اكو مرونة بالعمل. نعم هذه تتبع شنو؟ تتبع سياسة البلد، سياسة الانتاج على سبيل المثال. الشركات دول العالم اكثرها هي شركات قطاع خاص تستخدم هاي عمليات النقل. واحد يريد يستخدم هو يعني هي شركة نقل فقط شغلتها فقط نقل غاز. يقول لك انا بعد ليش اليوميه اشيل وانزل اسمه؟ وواحد لا شكل شركه نقل عام ممكن مره ينقل غاز، ممكن ينقل بضائع، ممكن ينقل ليكويد، ممكن ينقل اسفلت، ممكن ينقل اشكال والوان، واضح؟ فممكن الخزانات تختلف فيما بعد. عموما نقطه رقم اربعه The height of a trailer with the tank is set by 4 meter as maximum. ارتفاع هذه العربه مع الخزان العربه مع الخزان اعلى شيء هو 4 امتار الماكسيمم 4 امتار. طبعا ليش 4 امتار؟ لان هذه هو حسب قوانين الطرق والجسور والانفاق اللي ممكن يمر بها مصمم بهذا الشكل. راح تلاقيك طرق، تلاقيك عوارض، تلاقي اسمه. فالمفروض الاربعة متر تضمن لك انه انت ما يصير عندك ارتطام في اي مكان. بعد سلامة النقل انت كل ما يصير الخزان او المنظومة كل ما يصير ارتفاعها اعلى التوازن مالها يقل. واضح؟ هسه احنا شلون نقول مرات اكو سياره بسرعه تنقلب يقول لي ليش؟ يقول لي قصيفه تشوفها من تمشي بسرعه تنقلب ما تتحمل يعني تفقد التوازن خصوصا في الاستدارات. فكل ما يرتفع يزداد الارتفاع يصير عندك التوازن صعب فممكن يصير عندك حوادث انقلاب الى اخره. كل ما يقل الوزن عفوا الارتفاع السيطرة تكون أفضل. فإذا الحسابات المسموح بها مع السرعة مع الوزن مع الانعطافات الموجودة مثلا في سكك القطار الانحناءات النزول والصعود في بعض الأماكن مثلا على سبيل المثال
الأربعة متر ماكسيمم يعتبر جدا مناسب وملائم لهذه الأمور. نقطة رقم خمسة. The trailer is provided with a brake. هذه العربة البودي مصمم ومجهز بوجود brake system. نظام مكابح. That walk on all wheels. ومصمم بحيث يعمل على جميع الويلز العربات المستخدمة للعربات. And connected with the brake of machine. ويكون مرتبط بين بالقاطرة الماكينة الأولى، قاطرة المحرك اللي يسحب المقطورات، فمن خلاله بحركة واحدة كل هذه المقطورات تلزم بريك بنفس الوقت. ستة. All the electrical equipment is non-flammable. كل المعدات الكهربائية يجب أن تكون من النوع شنو؟ نان فليمبل، غير قابل للاشتعال، غير قابل، واضح؟ يعني مو يجي يسوي لك بوكس وبأجهزة يسوي لك اياه من البلاستيك او يسوي لك اياه من خشب، ممنوع، يجب ان يكون من مواد غير قابلة للاشتعال. سبعة. Trailer be designed so that static electrical static هاي الطلاب هاي هم صححوها هاي صححوا هالكلمة. Trailer be designed. إيه نعم استاذ أدري. صححت هالسيركل صح. إيه استاذ أشوفها. إيه. الإلكتريسيتي يعني الكهربائية الساكنة. زين. Trailer be designed so that static electricity can be can be discharged during the movement of car and during loading and unloading. هاي during هم شيلوها هاي تكرار ماكو داعي له. زين الترايلر هاي لما راح تمشي اثناء الحركه اثناء عمليات التفريغ والتفريغ وعمليات الشحن تصمم بحيث يجب ان تكون تعمل على تفريغ الشحنات الكهروستاتيكيه والكهربائيه الساكنه واللي راح تتولد اثناء الحركه، يعني اثناء ما تمشي القاطره بالهواء نتيجه احتكاكها بالهواء راح تصير بها شحنات كهربائيه. كذلك اثناء عمليات التفريغ ممكن يتولد ايضا عندك خلال الهوز، ما دام يجي عندك سائل داخل الهوز راح يتولد به شحنات كهربائيه. اثناء عمليات التفريغ الانلودنج كذلك نفس الحاله، فاذا يجب ان تصمم بحيث تعمل على تفريغ هذه الشحنات الكهربائيه، والطريقه المشهوره هي يخلون سلك او سلسله في كل قاطره بحيث تكون وين؟ في حاله تاتش مستمر مع الارض. بالنسبه لسكك القطار ممكن يكون عندك السلك معين او بطريقه معينه يربطوها وين؟ بسكك الحديد، وسكك الحديد ايضا تجهز بقضبان حديد تكون مغروسه في الارض بحيث تسمح بعمليه تفريغ الشحنات الكهربائيه بالارض. واضح؟ ثمانية. The exhaust pipe اللي هو الصارنصه. The exhaust pipe must be far away from the tank and provided with a flame inhibitor. هاي خصوصا وين اللي يكون قريب جدا على القاطرة، اللي يكون قريب على القاطرة يجب أن يكون بعيد عن القاطرة، وأيضا يوضع به ما يسمى بمانع اللهب flame inhibitor. تسعة. The barrier of flame inhibitor is placed between the driver cabinet and the trailer. هنا شنو يقصد بيها؟ The barrier of flame هذا هنا يسمونه مخمد اللهب او مانع اللهب او وسيله تعمل على الحمايه من اللهب. Inhibitor flame inhibitor is placed between the driver cabinet and the trailer. اكو فد منظومه هذه شنو وظيفتها؟ توضع ما بين القاطرة اللي بيها السائق اللي سوق المقطورة سوق المقطورات مثل الغطاء مثل الحماية مثل الدرع، واضح؟
فإذا صار عندك انفجار، صار عندك حريق معين، وراح يصير لهب جدا قوي. هذا شنو يمنع انه اللهب يجي باتجاه منه؟ باتجاه الدرايفر، حماية إله. وضحت الفكرة؟ اي، فحماية للسائق اللي راح يكون موجود وين؟ موجود بالقاطرة اللي تسحب هذه العربات. فشنو معنى بارير؟ بارير بارير واقي، ذا بارير اوف فليم انهبيتر، فاصل. واضح؟ نعم. فاصل، فاصل، بارير فاصل، حاجز واقي. زين. عشرة، على الأقل at least two fire extinguisher، نظامين أو مطفأتين على الأقل must be placed in accessible location، في مكان من السهل الوصول إليه. 11، طبعا هاي المن المطافي للدرايفر، والا هو اذا صارت عندك تريله وصار بها انفجار مثلا وش اسمه، وهذه بعد ما تفيد الطفايه، او ممكن اذا يصير انفجار حريق بسيط، نار بسيطه، ممكن يقدر يتلاحقها ويطفيها. 10، قلنا 10 11، نون ميتال ماتيريالز انفولفد، نون ميتال ماتيريالز انفولفد ان ذا manufacture of a trial to be minimum and non-flammable. المواد المصنعة قدر المستطاع at minimum، قد ما تقدر، ان تكون شنو؟ غير وياي، غير قابلة للاشتعال. هذه المواد اللي تصنع من عندها قدر المستطاع، ايش قد ما يكون، to be minimum، لازم شو تكون؟ ان العفو، نان فليمابل. واضح؟ وبعد نان ميتال، نان ميتال قدر المستطاع. 12، وورنج ستيكرز ار بليست تو انديكيت ذا ريسك اوف ا برودكت اند اتس تايب. يتم وضع ملصقات تحذيرية، وورنج ستيكرز، ملصقات تحذيرية are pairs placed to هاي هم صححوها طلاب، placed يعني are تجي وراها فعل، شو يكون؟ إما ing وإما يكون تصريف ثالث أو اسم. فهي هذه الملصقات التحذيرية are placed تكون ملصقة أو موضوعة to indicate لغرض التحذير أو الإشارة إلى المخاطر المنتج اللي ممكن تتعامل به هذه العربات. نجي المن هسه، نجي الى التراك اللي راح يصير على العربه، ريلوي تراكس، هذه ايضا بمواصفات. اولا structure is made، الهيكل مالتها structure is made of high tensile steel، يجب أن يصنع الهيكل من الفولاذ المقاوم وعالي الشد، high tensile steel، steel يعني المقاوم للكروجين إلى آخره، مواصفات خاصة، والhigh tensile اللي يقاوم الشد، لأن يعني هي العربات كلها سحب سحب، فإذا يقاوم مقاومة عالية للشد، high tensile steel and parts are connected with electrical welding. وهذه الأجزاء الأخرى يجب أن تكون ملحومة باللحام الكهربائي، مو اللحام الويلدنج العادي هذا الارك، وإنما يجب أن يكون من اللحام الكهربائي. اثنين، تراكس ليش الكهربائي؟ العيوب مالته تكون قليلة جدا، ويضمن عدم وجود ليك بالمستقبل، ويقاوم الكروجين اكثر من اللي حامل بالقوس الكهربائي.
استاذ ولو ولو اسف اسف على على المقاطعه. بالعكس ماهر استاذ يقول يقول فصل فصل عندي عندي النت. ماشي خلي يحاول مره ثانيه بكير. النقطه رقم 2 trucks are designed for maximum speed. هذه الشاحنات او تصمم على العربات الى اخره تصمم انه ماكسيمم سبيد 120. شوف هسه هذا ال 120 يتناسب بالحسابات الهندسيه بالتصميم يتناسب مع الارتفاع الماكسيمم 4 متر. واضح؟ اذا زاد الارتفاع فرضا خلينا نقول اذا زاد الارتفاع اكثر من 4 متر الماكسيمم سبيد لازم تقل. واضح؟ فشيء مرتبط بشيء. ثلاثه structure is designed مصممة to carry the weight of tank and the product. التصميم الهيكل النهائي يجب أن يصمم أنه يتحمل وزن الخزان زائدا شنو وزن المنتج. أربعة tracks are equipped with automatic pneumatic brake system connects with the braking system and the brake is made of anti-flame material. Each vehicle is equipped with a separate hand brake system. كل عربة من هذه العربات كل عربة من هذه العربات راح نخلي عليها الخزان مجهزة ب automatic pneumatic brake نظام توقف هوائي اوتوماتيكي يرتبط بمن؟ يرتبط بنظام البريك سيستم الرئيسي. And the brake is made وهذا النظام المكابح المستخدم مصنع بشنو؟ of anti-flame material من مواد ما تسبب لي سبارك ولا تسبب لي لهب او حريق. شايفين مرات بالافلام يطلع لك القطار مثلا شايل مسافرين الى اخره من يصير مثلا بريك لو يتوقف يظل يطلع شرار. في قاطرات نقل الغاز او المواد القابله للاشتعال او المواد الخطره المكابح تختلف طبيعه المكابح تختلف ما يخلوا لها الشكل. ليش؟ هذا ايضا مرتبط بالسرعه. هي هذه المواد اللي تعطيك ايش مواصفات تتحمل مثلا سرعه اقصى شيء 120 على سبيل المثال ممكن توصل 140 بس السيفتي يخلون يقللوها حتى يحافظون على نظام البريك من التلف. في سبيل شنو؟ انه من يصير بريك ما يولد شرار. خاف انه قد يكون هناك على سبيل المثال قد يكون هناك ليك، قد يكون هناك مشكله مع وجود السبارك ممكن يصير عندك حريق وبالتالي ممكن يصير انفجار، وبالتالي اذا قاطره واحده عفوا مقطوره واحده انفجرت ممكن يتعمم الانفجار على باقي المقطورات ويصير عندك فد كارثة معينة. إذا النقطة رقم 4 التراكس هذه عادة تجهز بمن؟ بمنظومة نظام مكابح هوائي أوتوماتيكي. بعد إضافة إلى ذلك each vehicle كل شاحنة أو كل تراك هي نفسها هذه تراك بعد each track طلاب each track is equipped تكون مجهزة بمن with a separate hand brake system إلها نظام مكابح خاص بيها ويكون استخدامه يدوي. هذه وين تفيد؟ تفيد مرات مثلا على سبيل المثال تصير عندك فد مشكله وحده من القاطرات قد تسبب لك قد يكون مثلا حريق على سبيل المثال. فشو يسوون هنا؟ قبل لا يصير انفجار بها وممكن الانفجار ينتشر على اليمن على باقي المقطورات الاخرى ويحرق لك المقطورات بالكامل والشحنة الغاز المنقولة بالكامل تحترق وقد تكون قريبة على أماكن خطرة مثلا أو منشآت إلى آخره. فش يسوون بهالحالة حتى يقللون الضرر أصلاً إي شو يسوون؟
شايفينه شلون بالافلام، اكو فد بيم هو يربط مفصل خاص يربط قاتله بمقدوره، يمكن فصلها من خلال سحب بيم خاص بيها. فايش يسوون؟ يسحبوها، فتروح الماكينه العفو القاطره والمقطورات المتصله بها. مثلا هي هاي المشكله بصايره بالنص بعد، ويفصلونها عن المقطورات الخلفها. المقطورات الخلفها بما انه اكو بها نظام مكابح يدوي، في ممكن يخلون يشتغلون عليها شويه شويه بالكامل الى ان يخففوهم، والقاطره تاخذ اللي وياها وتبقى هذه بالنص، خلوها في مكان امين. طبعا هذا اللي يشتغل عليها مخاطر بحياته، هذا اللي يشتغل عليها مخاطر بحياته، اذا كانت المشكله بها حريق نار مثلا من هالقبيل، يوقفها في مكان معين بالمكابح اللي بها النظام اليدوي ويحاول يبتعد عنها. اذا كانت المشكله بها مثلا بها خطوره، اذا كانت مشكله ما تسبب خطوره على العاملين ممكن يوقفوها في منطقه معينه ويحاولون يخلصون منها ويعالجون المشكله. فاذا كل تراك يحتوي على نظام خاص به، نظام توقف خاص به. ما فيها انظمه اطفاء كذا. ما تلحق. يعني صعبه، مكلفه، لان هي تمشي بالطريق. صعبه، اذا كان حريق بسيط من هالقبيل، اكو قلنا اذا موجوده طفايات، بنخلي طفايات اثنين كل مكان. ممكن يطفون حريق شنو، بس اذا حريق المشكله الغاز صعب، الغاز صعب خصوصا اذا في مناطق القاطرات مو مثل السيارات تمشي في مناطق مكشوفه، وعاده تكون المناطق المكشوفه اكو رياح تضرب بيها. طبعا حسب نحكي هالشكل، واحد يقول هسه هي قاطره وبها غاز وتمشي، شلون يصير بها الحريق؟ اكو عمليات تخريب تصير، اكو هواي عمليات تخريب هي تسبب هاي المشاكل اكثر شيء، او قد يكون مشكله معينه مثلا يفوت من منطقه قريبه بها اسلاك كهربائيه، احد الاسلاك يكون مقطوع. عموما فالحوادث كثيره ولها هواي اسباب. يخلون طفايات يحاول يقلل الخطر اذا يقدر يعالجه، واذا ما يقدر يعالجه بعد شو يسوون؟ عموما خمسه تانكس ار تايتلي انستلد اون ذا فايكل، هذا الخزان يجب أن يكون منصب بإحكام على العربة اللي هي التراك. إيتش تراك، هم رجعنا للفايكل. خمسة tanks are tightly installed on the track. جيد. Each track انطلاق كلمة vehicle تستخدم للشاحنات النقل البري اللي هي هذه اللي تريلات احنا نسميها. كلمة vehicle يعني تريلة، فما ترهم تستخدم vehicle بنفس الوقت على اليمن على المقطورات بالقطار، تسمى تراك. Each track is provided with a platform، منصات، platform منصة، and stair وسلالم سلم to reach the equipment، لغرض الوصول إلى المعدات of the tank easy، بشكل سهل. واضحة طلاب؟ شنو platform؟ هذا الخزان الموجود على سكة القطار، من ينصب عليه اكو على جانبه منا ومنا يطلع تقريبا بحدود في 60 سنتيم 70 سنتيم، مثل المنصه مثل الجسر، بحيث العامل اذا يريد يجي يريد يربط له هوز، يريد يفتح له بوابه، يريد يصعد عليه، اكو مكان يقدر يتمشى عليه داير مداير المنصه، هو هذا اللي نسميه بالبلاتفورم، فد منصه اند ستير وسلم يقدر يصعد من خلاله الى اعلى التراك. سبعه equipment وليس equipment. equipment installed تنصب for loading and unloading on both sides يعني معدات التحميل ومعدات التفريغ تكون منصبة على جانبي هذا الخزان أو على جانبي هذا التراك. ليش؟
من يقدر يجاوب لطلاب؟ الجواب طلاب، القطار مو مثل التريلي. تريلي انت تريد تجي تفرغ بخزان وعندك عدوات التفريغ والتحميل موجودة على جهة واحدة. تريلي عندها مجال تقدر تفتر، تقدر ترجع بيك، تعدل الوضعية مالتها بحيث تجيب معدات التفريغ او شو اسمه التحميل، تجيبها مقابل معدات التفريغ او التحميل اللي يم الخزان اللي جاي عليه. بالنسبة للقاطرة والمقطوعة القطار ما يفتر، هي ما عندها بس تمشي على خط مستقيم، ما عندها مجال ترجع بيك تلوف يسرى ويمنى، ما عندها شيء. فمن توصل الى محطات التفريغ اللي هي راح تكون محطات مستودعات كبيرة جدا، من تريد توصل الى ما عندها هذا المجال. فممكن يكون المستودعات قد تكون تقع على جهة يمين السكة، وممكن توصل الى منطقة اخرى تكون فيها المستودعات موجودة وين؟ على يسار السكة. فبالتالي عملية التفريغ والتحميل راح تكون صعبة اذا كانت عندك المعدات موجودة على جهة واحدة، فيخلوها من الجهتين. واضح؟ بالتالي شلون يسوي عملية تفريغ؟ على اليسار هو المعدات موجودة، وإذا كانت الجهة اللي يريد يوصل لها المنتج موجودة على اليمين، أيضا أكو معدات موجودة على اليمين. فإذا النقطة رقم 7 equipment installed for loading and unloading on both sides of the vehicle. كم رجعنا vehicle of the truck for the possibility of linking لاحتمالية أو of linking them to the loading point in the warehouse. في المستودعات warehouse تجي يعني المستودعات. آخر موضوع ونخلص اللي هي التيستينج. هذه من اللي بالأخير يسوون عملية تيست. هنا هم صححوها. نقطة رقم 1 the tank، هذا الخزان الموجود على العربة المقطورة. The tank is checked، يفحص by hydrostatic test. by شنو؟ hydrostatic test، الفحص الهيدروستاتيك. ليش يسمونه hydrostatic؟ لأن السائل اللي راح نخليه بالخزان ثابت غير متحرك. زين. by hydrostatic test at pressure 34.5 كيلوغرام للسنتيمتر المربع. يعني نفحصها بضغط تقريبا 34.5 اللي هو تقريبا 35 بار تقريبا، اكثر شويه يجوز للخزان. hydrostatic test at pressure 34.5 كيلوغرام للسنتيمتر المربع for tanks of the tanker truck and at pressure 28 كيلوغرام سنتيمتر مربع for tank of the. هذا الموضوع اتذكر صار طلاب تكرر. طلاب هذا الموضوع تكرر ماخذين انتم سابقا. نعم. فللخزان للخزانات اللي تستخدم داخل المناطق قد يصير عندك الهيدروستاتيك تيست 34 ونص، بينما for tanks of the tanker trucks and at pressure 28 كيلوغرام سنتيمتر مربع for tanks of railway trucks to the make sure there are no leaks، حتى نضمن عدم وجود اي تسرب. زين ال LPG داخل الخزانات، LPG داخل الخزانات ويكون مسيل عاده، او الضغط اللي يتولد عنه داخل الخزانات تقريبا يكون بحدود يوصل بحدود 6 بار. واضح؟ هاي اذا كان مزيج. فحتى نضمن احنا سلامه السيفتي بهذه الخزانات وان تكون عمرها التشغيلي جدا طويل، فيتم فحصها وين؟ اذا كانت داخل الشاحنات التريلات اللي تنتقل داخل المناطق السكنيه نستخدم ضغط 34.5. ليش هنا خلينا 34 بالنسبة للقاطرات والمقطورات خلينا 28؟ هو لأغراض السلامة، حتى نضمن سلامة أكثر، لأن هاي الشاحنات التريلات تسير بنص المناطق السكنية، وانفجار الغاز انفجار يعني مرعب وقاتل مدمر. يمكن تتذكرون ما أدري
الصور مالته ما زالت موجودة إلى الآن على الويب سايت، اللي هي الانفجار اللي صار بالحلة. طلاب وياي؟ اي، اللي هذا الارهابي الاردني لعنه الله عليه اللي فجرها بسوق شعبي بالحله. يعني اعداد هائله من البشر كلها راحت انتهت بسبب انفجار شاحنه واحده من الغاز بسبب الحراره وبسبب العصف الكبير اللي حصل. فاذا داخل المناطق السكنيه يكون خطر جدا. فلهذا السبب يفحصونه في ضغوط جدا عاليه اعلى 34 ونص. بينما في القاطرات المقطورات العفو بالسكك القطار ما عندنا ذيك المخاطر. هذه واحد. اثنين، ما عندنا ذيك التوقفات المستمره، ممكن يتوقف بطريق، يمكن يتوقف مثلا باشاره مروريه الى اخره. دائما هو المسار ماله نفسي ثابت وما حد يزاحمه به، والحركه مستمره مع الهواء، فبالتالي اكو في التبريد عمليه تبريد ايضا مستمره. فاذا الضغط اللي نحتاجه هو 28، كلش كافي بالنسبة للسلامة مالته. النقطة رقم اثنين، piping and valves are checked with oil at the same pressure above. الأنابيب والصمامات تفحص بالزيت، ما تنفحص بالمي، نفحصها بالزيوت. ليش؟ حتى لسلامتها، ما نريد، لأن المي ممكن يسبب لها في بعض الآثار، ممكن الرطوبة تبقى مع الغاز، ممكن مع وجود بعض المكونات الاخرى موجوده في الغاز ممكن يسبب لي هايدريت، ممكن يسبب لي مشاكل. فيتم فحصها بمن؟ يتم فحصها بواسطه الزيوت. لغرض شنو؟ هاي الفالفز خصوصا مع اللي تتعامل مع الغاز، الصمامات اللي تتعامل مع الغاز السطوح مالتها تكون جدا ثقيله مصقوله، واضح؟ ومن تقعد الصمام يحكم يكون الاحكام ماله جدا حساس، يعني لاي عمليه كروجن او املاح. لهذا السبب ما نستخدم له شنو؟ نستخدم له مي، نستخدم شنو؟ نستخدم زيوت. ثلاثه، the tank is checked. The tank is checked with air at pressure 5 كيلوغرام سنتيمتر. هاي بعد ما سوينا فحص بالمي وفحص بالشسمه وفحص بالزيت، نجي هنا الخزان يسموه له فحص باستخدام الهواء. الهواء كثافته اقل، هواء كثافته اقل من كثافه شنو؟ الغازات الهيدروكربونيه، والجزيئات اللي يتكون من عندها اللي هي الاو2 والسي او2 بالدرجه والنيتروجين، جزيئاتها ايضا اصغر حجما بكبير من من جزيئات المركبات الهيدروكربونيه. فيتم فحصها بضغط 5 كيلوغرام after connecting all valves، بعد ما يصير ربط كل الصمامات والانابيب والفلنجات، ويبدون يراقبونه يشوفون اكو ليك لو ماكو ليك. اذا بقى مستقر على هذا الضغط معناته ماكو اي ليك، فبالتالي اذا كان الهواء ما يتسرب اذا الغاز ما راح يسرب، وهو هذا اخر فحص يسوونه. لهنا تنتهي محاضرتنا طلاب. محاضرتنا القادمة إن شاء الله راح تتحول موضوع الفيلينج and discharge of tank، عمليات ملء والتفريغ.